دايما كده في مقولة بتقول ان انا مش لازم انتظر توأم الشعلة ابدا، وممكن اختار علاقة اهدى بكتير من توأم الشعلة وهي توأم الروح. طيب مين هو توأم الروح؟ صفاته ايه؟ علاماته ايه؟ اعرف ازاي انا في حياتي توأم روح ولا لا؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده النهاردة. معاك روبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اللي يحب يتواصل معايا لحجز الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك او الانستجرام، اللينكس في صندوق الوصف. الاستشارة تبقى بخصوص التوأم الشعلة او الارتباطات او العلاقات بشكل عام. بنقدم حلول كلايف كوتشنج للحياة بشكل عام. قبل ما نتكلم على توأم الروح، انا بس عايزة الفت نظركم لحاجة. اي حد واي شخص موجود في توأم الشعلة، مش معنى كده ان هو لازم ينتظر توأمه حتى يتشافى وحتى يسيب الطرف الثالث ويشوف العائق اللي عنده ايه ويحلها خالص. المطارد لما بيتشافى بيبقى بني ادم، فعلا بني ادم مختلف، بيبقى شخص افضل بكتير قوي، افضل نسخة منه يمكن ما كانش يتخيل ان هو يوصل لها. روحانياته بتعلى جدا جدا جدا، والحقيقة هو ده اللي بيخليه ان هو ما يوافقش على اي شخص. بمعنى ان اي شخص روحاني عنده الاحساس عالي، عنده الحدث، عنده البصيرة، عنده عامل نور مؤثر في الاخرين، مش بيغريه ابدا الفيلا والعربية. طبعا مهمين، طبعا ممكن اصلا يعني يكون عنده كل ده، بس ساعة العلاقة وساعة الحب هو محتاج حد يلمس قلبه، مش محتاج حد بانكير كده ان هو هيصرف عليه بس. ما اعتقدش ابدا ان دي شخصية المطارد او شخصية الشخص الروحاني لما يبدأ يدور على شريك للحياة. معظم الديناميك بتاع موضوع توأم الشعلة ان انت قبل ما تقابل توأم الشعلة الحقيقي بتقابل توأم شعلة مزيف اللي هو الشخص النرجسي، وبتطلع متطحن وبتطلع تعبان وبتطلع يعني مشاكل كتير على حسب وعيك وعلى حسب سرعة اكتشافك لموضوع النرجسي ده. ولو في نصيب ان انت بتقابل توأم الشعلة الحقيقي، ولو في نصيب لو مش عايز تنتظر التوأم الشعلة الحقيقي بيجي التوأم الروح. ليه بقول في نصيب؟ علشان مفيش قاعدة بنسبة 100% هتطبق على الكل. دي علاقة روحانية، هل لينا نصيب ان احنا نقابل تاني شخص توأم روح بعد توأم شعلة؟ الله اعلم. او انا عايز انتظر توأم الشعلة بتاعي فانا مش عايز حد غيره، قرارك. بس في معظم الحالات بيبقى توأم الروح بعد توأم الشعلة. وفوجهة نظري او تقديري للموضوع ان دي بتبقى مكافأة كده من عند ربنا ان انت اشتغلت كتير قوي، فانت تستاهل علاقة اهدى، علاقة روحانية برضو، علاقة فيها مشاعر وحب وكل حاجة، مش بنفس العنف بتاع توأم الشعلة. يعني توأم الشعلة علاقة بجد معقدة ومش سهلة أبدا. طيب بعد المقدمة الطويلة دي، إيه مين بقى هو توأم الروح؟ التوأم الروح هو أول شخص هحس معاه برومانسية وبحب وتألف وانسجام، أكيد ده هو هيبقى توأم روح. الحقيقة دي أول معلومة مغلوطة، إن توأم الروح لازم يكون شخص رومانسي او علاقة رومانسية. بمعنى ان توأم الروح مش شرط ابدا يكون علاقة رومانسية، ممكن يكون مع صديق، تقابل حد كده يفهمك قوي، تلاقي كده روحكو متقاربة مع بعض، ظروفكو شبه بعض قوي، يعني لقيتوا نفسكو كده في الكلام وحاسس باللي هو بيقوله، ممكن تقول الكلام اصلا اول لما هو قبل ما هو بيقوله، بتحس بالونس. ممكن مثلا تكون علاقة توأم الروح مع الكلب بتاعك او القطة او اي حيوان اليف. انا عارفة ان انت اكيد هتستغرب، بس لا،
بتحصل ان هو يبقى عارفين كده، يبقى في كونكشن ساعات مع الحيوان الاليف اللي في البيت، بيبقى الكونكشن فعلا انا فاهمك من عينك، يعني انت عايز عارف رايزنج اوف ذا ايبس كده، اللي هو نو خلاص انت نطقته بقى، يعني خلاص شويه وهينطق. يعني اللي مربي كلب او مربي قطه هيبقى فاهمني في الحته دي. توأم الروح بقى بصراحه بتبقى علاقه اسهل شويه، بتبقى في تشابه كبير قوي 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 بينك وبين الشخص التوأم الروح ده، سواء زي ما اتفقنا هيبقى علاقة رومانسية او علاقة صداقة. رؤيتكم للمواضيع بتبقى متشابهة جدا، اهدافكم في الحياة متشابهة جدا، اللي بيفرحك بيفرحه، اللي بيساعدك بيساعده، اللي بيزعلك بيزعله، تحس ان انت كده يعني لقيت نصك التاني. طب معنى كنت بقول كده على توأم الشعلة، لا توأم الشعلة مختلف في حتة ان هو انتوا الاتنين روح واحدة بس بشكل مرآة، بشكل عكسي. يعني انت عندك صفات مش عند الهارب، الهارب عنده صفات مش عكسك، مش عند المطارد وهكذا، لكن توأم الروح متشابهين شبه بعض، فالمواضيع بتبقى اسهل. بصراحة يعني المواضيع مع توأم الشعلة بتبقى أسهل، أنت بتتكلم عقلية شبهك. عادة يعني كل حاجة بتبقى متشابهة جدا ومتقاربين جدا. ساعات كتير قوي لما بنقابل حد جديد بنبقى في مواضيع معينة ما بنعرفش نتكلم فيها، بخاف من الجادجمنت، حد يحكم عليا يقول هي ازاي بتفكر كده بتاع. مع توأم الروح انت فاهمه قوي وفاهمه بعمق، وهو كمان ميزة توأم الروح ان انتوا بتفهموا بعض من العيون، بالرغم من ان بيبقى فيه تخاطر قوي، لكن انت كمان لما بتبص له وبتبص بتبص في عينه انت فهمته هو عايز يقول ايه وهتتصرفوا ازاي، ومفيش كلام كتير. انا مش هرغي، يعني انا مش هرغي خالص عشان اوصل لك معلومه واقعد اشرح لك من بطني كده علشان افهمك انا عايزه ايه. مع توأم الروح الموضوع ده مش موجود. برضو لما انت هتقابله في الاول هيبقى في انجذاب شديد جدا، هتحس بونس رهيب وفي نفس الوقت هادي، يعني طاقتك عالية بس مستقرة. بمعنى ممكن لو في توأم الشعلة مثلا بتحس ان طاقتك عالية قوي والسيكشوال اتراكشن الانجذاب الجسدي عالي والدنيا كده تحس انها يعني طلعت في الصاروخ كده في ثانية من غير ما تتكلموا من غير ما تفهموا، لا توأم الروح بقى اهدى بكتير، في تجانس وفي طاقة عالية بس بشكل اهدى. من العلامة القوية في التوأم الروح ان انت بتبقى حاسس براحة ومبتسم، رسم على وشك كده ابتسامة اللي هو انت كنت فين، هو انت ازاي ما جتليش قبل كده. في بعض الحالات بتبقى الانجذاب ده قوي جدا من اول لحظة او بعد ما تتعرفوا على بعض. توأم الروح بتحتاج ان انت تتكلم معاه وتتكلم معاه كتير، وهتلاقي فيه رغي كتير قوي وتليفونات كتير قوي، وطول ما انت بتتكلم هتلاقي نفسك ايه ده وانا كمان، ايه ده وانا كمان عندي الموضوع ده، فهتلاقي اكتشاف كده ان انتوا شبه بعض قوي فهتنجذب ليه اكتر. والحقيقة انتوا مش يعني ما بتطولوش علشان توصلوا لفكرة ان انتوا الاتنين شبه بعض قوي او ان انتوا مرتاحين قوي، اول قعدة تاني قعدة الموضوع بيبقى سريع. بصراحة علاقة توأم الروح بتبقى علاقة هادية، بتحترموا بعض وبتحترموا اراء بعض، بتخاف على زعلك، بتخاف على زعلها، وفي نفس الوقت محترمين بعض. الاختلافات مش كبيرة، ممكن يكون مثلا في اختلاف في السن بسيط، سنة 2 3 4، مش الفرق الشاسع اللي مثلا بيبقى موجود في توأم الشعلة فوق 10 سنين وال15 سنة. في توأم الروح لا، اختلاف مثلا في المستوى الاجتماعي ممكن تكون اعلى سنة اقل سنة،
بس بيبقى الاختلاف مثلا حاجة او اتنين، والحاجة ديت مش بتسبب لكم ازعاج او بتسبب لكم مثلا اختلاف كبير او حاسين بفجوة بينكم، لا. حتى لو كان في اختلاف كمان في الدين او في الشعب او في يعني في اختلاف في ما كده في الثقافة الدينية، برضو بتحس ان انت مش مسبب لك ازعاج. انت ممكن تكون مش على ديني اصلا، بس انا احنا مفاهيمنا واحدة وحاسين بالتوحيد وحاسين حاسين كده بالمعاني الدين، فمش حاسس بالجاب الرهيبة. فممكن يكون الاختلاف في توأم الروح حاجة او اتنين، لكن التوافق بيبقى في معظم بقية الحاجات. يوجوالي ان انت بتقابله مثلا في الكلية بتبقى دراسة متشابهة، او في الشغل الدراسة متشابهة، ممكن حتى لو مثلا عن طريق الصحاب او حاجة، يعني بأول قعدة وأول كلام بينكم بتحسوا ان هو في توافق في حاجات كتير قوي. في بعض الحالات قالت مثلا انا حسيت بالموضوع ده مثلا من تاني مرة، بس بيبقى سريع. وبصراحة بقى اللي بيبقى طالع من توأم شعلة فاكرين التشبيه لما قلنا كده في اول الفيديو اللي متمعني من بدري كده، انت طالع بقى مجبس ايد ومجبس رجل ولافف شاشة على راسك وبتبقى طالع متطحن، يعني طالع انا طالع من حادثة يعني، فبتبقى تعبان قوي وقلبك موجوع قوي ويعني فيش حاجة في مكانها بصراحة. فالميزة توأم الروح ان انت بتحس بقى علاقة هادية، علاقة ما فيهاش on and off، ما فيهاش بقى انت النهاردة بتصبح عليا وان شاء الله اشوفك كده يعني على السيزون الصيف الجاي مثلا ولا حاجة، لا. بيبقى فيه توازن، الحب بيبقى عميق قوي ومتزن ومتوازن، ماشي في خط كده يطلع سيكة فوق وسيكة تحت كده، بس متوازن. مفيش بقى انت انا مش لازم اكلمك كل يوم على فكرة، انا مش هتلاقي الوش ده ابدا يعني. وبصراحة كده أحلى حاجة في موضوع توأم الروح إنها علاقة، عارف لما يعني أنت عندك حاجة غريبة قوي في شخصيتك أو مجنون بشكل ما، فتلاقي اللي قدامك مجنون بنفس يعني الفكرة. عارفين مثلا مش فكرة إن واحد يكون عقلاني مثلا ومتزن والتاني يكون عاطفي قوي، فهم مش راكبين مع بعض أو مفيش توافق، او اللي هو انا مضطر ان انا اعيش معاه عشان ده شريك حياتي مثلا او whatever. لا، توأم الروح اللي هو اكتر حاجة مجنونة فيك او غريبة فيك هتلاقيها نفس القصة بتاعت توأمك. عارف لو انت مثلا انا رسام وعندي فن كده بشكل عميق قوي، هتلاقيه هو كمان كده. انا كنت فاكر ان انا لوحدي في الدنيا، لا، انت لقيت توأمك بنفس الشكل. والحقيقة ان احلى حاجة ما يميز توأم الروح ان انتوا شبه بعض ففاهمين بعض. بمعنى لو انا مثلا غريب الاطوار وغريب جدا في حاجة مثلا معينة، هتلاقي برضو توأم روحي غريب في غريب الأطوار في نفس الحاجة المعينة. بشوف مثلا ان الحب ده حاجة تافهة مش حاجة مهمة، هو كمان هتلاقيه شايف الحب نفس القصة، متفقين على المبادئ، عارفين فكرة ايه، ان انا شايف البرواز دوت بشكل معين، انا هو نفس نظرتي، هو شبهي جدا او هو زي بالظبط. طيب والعيوب؟ لا، العيوب بما اني متفهمه هبقى فاهم عيوبه. لو هو مثلا سي بيشتغل مثلا 70 ساعة في الصبح وبيبقى عايز يبقى ايه، يعني ازاي انت شغال ده كله، لا انا متفهم ده علشان انا كمان كده. طيب مثلا هو بيحب العزله مثلا او المي تايم وقت طويل مثلا، هبقى متفهم ان هو بيحب ياخد جنب، مش معنى كده ان هو ما بيحبنيش او اي حاجه، علشان انا كمان كده. فحتى العيوب لو هو انت شايفها عيب، انت علشان انت زيه فانت متفهمها. طيب لو حاجة مثلا هو محتاج يغيرها، انت بتساعده، بتبقى واقف ماسك ايده بس كده وبتساعده على ان هو اللي يتغير، ما بتضغطش عليه، ما بتكرهوش في عيشته
ما بتزنش، ما بتقولش انت اصل انت بني ادم لو كنت فالح كنت عملت لا، مش دي اللانجوج اللي بينكو اصلا، دي مش لغتكو اصلا. هتبقى متفهمه ومتقبله ومتكيف على حتى عيوبه، وما بتضغطش عليه. فكرة ان انت ما بتلحش، ما بتضغطش، ما بتزنقهوش في حاجة معينة، فهو على طول ريلاكسد، العلاقة على طول هادية. طبيعي يبقى فيها مثلا غيرة، مثلا طبيعي جدا تبني ادمين، بس الغيرة مش اللي هي نار، او ما فيهاش مثلا اللي هي القط والفار بشكل عنيف، لا عادي، ملح وفلفل العلاقة. هي تكاد تكون مثالية، علاقة حلوة جدا جدا جدا، فعلا رزق من ربنا. وفي وجهة نظر ان هو تعويض، يعني تعويض ممكن يكون عن وجع حاجات كتير وألم حاجات كتير. لا، علاقة توأم الروح علاقة مميزة جدا. ففكرة ان انتوا بتضايقوا بعض، ده مش، محدش بيضايق توأمه عن قصد. لو مثلا يعني انت مع توأمك وبما انكم بتتكلموا بلغة العيون بقوة جدا، فعملت حاجة مثلا خليته يغير، فانت من نظرة عينه بس فهمت، فانت لقيت نفسك كده ايه، بعدت عن الشخص دوت عشان ما تضايقهوش. فانتوا فاهمين بعض بلغة العيون بشكل قوي جدا. وبصراحة كده يعني احلى ما يميز توأم الروح ان العلاقة فيها هات وخد، فيها اتجاهين الحقيقة، مش اتجاه واحد ابدا. بتحس ان هو عايز يعمل اي حاجة عشانك، ومن كتر ما هو بيعمل كده فانت كمان عايز ترد له الجميل وتنفست في العلاقة وتفرحه. لو تفتكروا في اول الفيديو احنا اتكلمنا ان ممكن يكون في فارق، مثلا الاهل مش موافقين، في اختلاف ديني، اختلاف شعبة، يعني ممكن يكون في اختلاف ما فيخلي الاهل مش موافقين، فهم فتلاقي توأم الروح بيعمل كل حاجة بشكل ان هو يقنع اهله وبيقول لك لا، او مجتمعيا مثلا مش العلاقة دي مش مقبولة. بتلاقيهم يعني بيحاربوا من اجل هذه العلاقة. ولو الموضوع وصل ان هو موضوع كبر يعني، لا بيختار العلاقة. فعشان كده بتحس انت قومك بيضحي عشانك، انت كمان بتضحي عشانه. علاقة حلوة جدا ورزق جدا من ربنا. ربنا يفرحكم يا رب ويعوض صبركم خير، وخليك متفائل كده وعندك يقين ان شاء الله ان اللي جاي احلى. بحبكم قد الدنيا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.